السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم على فيديو في أحسن الأحوال يا ربي آمين. البنات، اليوم جيت نتشارك معكم هاد الرشيمة هادي اللي دايرة واحد الضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. كما كتلاحظوا أنا راني كنرشم بالخراج بياض، يعني ما كيبان لكمش الرشم، مي انا كنحاول انني كندوز ديك الخياطه باش تبان لكم كيفاش كنخدم. كما كتلاحظوا هذه الوريقه البنات، هاد الخدمه هاد الوريقه هذه كنخدمها انا فحال بشير الحوت هذه، يعني بغيت انني ندير هذه مختلفه على 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 يعني الورقه غنديرها مختلفه. سمحوا لي غنديرها مختلفه على الورده. الوريقه كما كتلاحظوا درتها فحال تقيب، فحال داك بشير الحوت التقيب ديالها، كنبقاو ماشيين بالعكس، كندير وحده وكنخلف وحده كما كتشوفوا. من بعد كنحاولوا اننا هاد الزطيمات هادو اللي كيعطيو واحد الجمال هي الخدمه ديالنا، كنحاولوا اننا نخدموهم صغارين ومتقونين. بزاف الاخوات اللي طبقوا هاد الرشمه هادي، وكل واحد وكيفاش كيطبقها بالطريقه ديالو، مي انا عجبتني هاد الطريقه هادي اللي كتجي اكثر من رائعه. البنات صدقوني راها كتجي من اروع ما يكون من كتخدموها هكا بطريقة متقونة وبهاد الزطيمات. كنعتذر البنات على ماكينة كتقطع، مي هذا ماشي الساعة ديال انك دير الماكينة الزيت والتوابات مفتوحين، على داكشي كنسلك معها حتى نسالي الكوموند الناس، عاد ديك الساعة يكون الثوب مغلوق وعاد ندير ليها الزيت ومن بعد نفينيها مزيان وعاد نقدر نخدم بها باش ما ناديش شغل الناس وتخرج البياسه ميدي نقيه كما بغيتها انا. كما كتلاحظوا تبعوا معايا حتى الاخر هاد الرشيمه هادي. البنات راني العراض كنخليه في واحد القياس اللي هو رقيق باش تجيلي الخدمه كما بغيتها انا، يعني كنحاولوا اننا نقلدوها بالطريقه ديال الماكينه درجل، كنرقوا يدينا ما امكن باش تجينا شبيهه. طبعا ما غتجيناش بحال الماكينه درجل، تبارك الله على الناس اللي كيخدموا الماكينه درجل الله يخلي لهم يديداتهم. كنحاولوا غير نقربوا الرشمه من هذيك الرشمه اللي هي مخدومه بالماكينه درجل. هي في الاصل البنات هاد الموديل هذا راه ديال الماكينه درجل، هاد رشيمه ولا هاد الموديل راه الماكينه درجل، مي حنا كنحاولوا اننا يعني نقلدوه وصافي. هذا ما كان، وانا بغيت نتشارك معكم كيفاش تخدموا هاد الرشيمه هادي اللي كتجي طوب طوب، كتجي اكثر من رائعه. انا ديما كنقول لكم البنات المباشر احلى. البنات تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر وغتستافدوا منه بزاف. انا كنحاول انني نختصر لكم في الفيديو ما امكن، كنحاول انني نعطي لكم غير الخلاصه المهم وصافي، مي كنحاول انني نوري لكم حاجه من كل شويه. البنات راه ماشي ساهل باش تخدم مرمه بتقيب، راه خاصك سوايع، مي انا كنحاول انني نوري لكم غير شويه من كل حاجه باش تستافدوا وتاخذوا يعني الاستفاده، وفي نفس الوقت ما نطولش عليكم. هاد الورده هادي غنخدمها بهاد الطريقه سهله بزاف. شنو البنات راني كنعاود بطريقه يعني متقونه، كتلاحظوا ان الخيط كيتقطع ليا على حساب الزيت، الماكينه ما مزيتاش ونيت على حساب هذا. كان واخا عندي العراض رقيق كنحاول انني كندكن الخدمه باش في الكاويه مات نلقى ديك النتيجه اللي بغيت، ما تشنتفش ليا الطرزه، تجي متقونه ما تجيش حارشه. صدقوني راه ما تجيش فيها الريحه ديال الحروشيه هاد الرشمه هادي،
وراه هاد الموتيف كما كتشوفوا انا راه كنخدمها انتي وما كما كتلاحظوا تدوار المرمى باش كتجي عطيه داك الجماليه اللي حنا بغيناها. طريقه غير بشويه عليكم البنات وان شاء الله باذن الله غادي تطبقوها ترشمه كما هي كما كتلاحظوا. غادي نشوف معاكم وحده اخرى. كنبداو من الوسط البنات هانتوما كنديروا واحد القطيب رقيق في الوسط، من بعد كنجيو لهاد الجنيب القطيب الثاني مي القطيب الثالث. مي حنا كنقسمو في الاول كنقسمو بالقطيب اللي في الوسط باش كيعطينا القياس اللي بغينا، ومن بعد كنبقاو ماشيين هانتوما بشكل دامات ويعني بطريقه متقونه باش كيجينا الحساب هو هذاك. كيجيونا جوج في جوج الفوق، يمكن أربعة في أربعة في ثلاثة في جوج لتحت، يعني باش كتجي الشكل ديالها على شكل بيضة على شكل بيضة الدورة ديالها. كنبقاو كندورو بحال هكا دائما بشوية علينا البنات، ولا مرمى صغيرة البنات خصها تكون عندكم باش تحكمو في المرمى، ستكون مرمى عندكم صغيرة. غنزل معكم ان شاء الله دروس تدوار المرمى من اسهل ما يكون، غير شوية د الوقت البنات صبروا عليا راه حكم العمل والظروف د البيت وصافي. وريت لكم هادي يعني وريت لكم شوية من هاد الوردة كما كتلاحظوا هي هادي، وريت لكم داك الوريقات. مهم ندوزو نخدمو شويه ونرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. كما كتلاحظوا هذيك الورده اللي وريت لكم البنات اللي كملتها بتدوار الماما وبديك الخدمه على شكل دامات، نحاول حتى هي غادي ندير ليها النقشه ديالي. انا كتعجبني الخدمه كامله تكون فينيا كما كتلاحظوا كان فيني بديك النقشه، وديك النقشه تكون رقيقه يعني ستيتوا يعني باش كتجي كتعطي داك الجماليه لديك الرشمه اللي حنا بغيناها. كما قلت لكم البنات راه غنزل معكم دروس ان شاء الله باذن الله من اسهل ما يكون كيفاش تدوروا المرمى، راه غادي تعلموها بواحد البساطه. البنات اللي عندهم مشكل في تدوار المرمى صدقوني ما غتلقاوش مشكل من بعد ان شاء الله باذن الله. غير شويه د الوقت وغنزل لكم داك الدروس اللي موعداكم بهم. كما كتلاحظوا هي هذه الرشيمه ديالنا البنات. اللون راه شويبي، هذاك شويبي اللي كنت خدامه معاكم في الاول مي فاش صورتو في الاخر بهاد الابليكاسيو تبدل الكولور ديالو، مي حتى هو كيجي رائع كما كتشوفوا. فاش كنثقبوها هانتوما ما كاينش الريحه ديال الكوا ولا شي مشكل في الكاويه، ولا ديما كنقول لكم البنات كويو من الظهر ديال الثوب وديما مسحوا الراس ديال الكاويه وانتم كتكويو. هادو الخريطات ديال الجلابه ديالنا اللي كيجيو اكثر من رائعين، بصحه مولاتها وتستاهل حيت حتى هي دارت الثقه فيا، وخا هي في مدينه اخرى وشافت ليا غير الخدمه في القناه وعطاتني الكوموند ديالها. تستاهل الحمد لله اللي كنت عند حسن الظن ديالها. شوفوا كيفاش جاوا هاد الخريطات، جاوا كيحمقوا اللون في اللون البنات، وجات ترشمه من اروع ما يكون. وانا كما كنقول لكم دائما راه المباشر احلى، كاميرا ما كتبينش الحقيقه كامله البنات. هادو الكميمه الجلابه هادو ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، راه نزل لكم فيديو طريقه الخدمه ديال هاد الكمام هادو حيت هما مختلفين على الخراط. الموديل هكا داير البنات كما كتلاحظوا، راني منزله معكم في الخلفيه ديال الفيديو. هو هذاك الموديل اللي داير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي. مي هادو هما الكميمات ديال داك الخريطات، هو الموديل كيجي هكا. وان شاء الله باذن الله غنزل لكم الفيديو ديال هاد الموديل هذا كيفاش كيتخدموا زعما هاد الكمام هاد الطريقه هادي. البنات لايك 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 البنات، ما تبخلوش عليا بلي لايك وكومونتير زوين في حقي.
شوفوا البنات ما تنساونيش من لايك وكومنتر زوين بحقي باش تشجعوني نعطي كثار وباش تشجعوني نكون دائما معاكم. وانا كنحماق عليكم كنزل لكم دائما كل حاجة مفيدة باش تستفدوا منها البنات ان شاء الله بإذن الله. تلقاو الرشمة في المنتدى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.